كان فيها مصطفى الزواج. اه وي. يبيع لي فيتمون، اون فيكسيون اون بونيتري. مي افون لوي كان واحد يعطو له جدو مريم. خالي لي بودينا تحت التحتانيين، يفون دي لا ميم شوز. ومع ابخي الاستقلال ولا حكمها مصطفى بودينا، هو اللي مول المحل ومول ليطاج تاع كامل هنايا. هذا الحانوت كان انا واش شفت انايا؟ هنا كان حماد الله يرحمه بوزياني محمد مع طيب حميدي يخدموا لي تيليفزيون ريباسيون تاع تيليفزيون. كان حميدي الطيب هو مول الاخر وحماد بركي تي اسوسي ولا. كي توفى حميدي هذاك واقف في زاني 66 67 ولا حماد هو مول يجري هنا يخدم لي تيليفزيون ويبيع لي ديسك. داكور. يبيع لي ديسك ومنا ومنا. هذه هنا كان عمي سعيد شيداني يزقوا حنا سيدي والد كان هنايا يرقع الحوايج عندو دي ماشين يخيط وبعد يروح يبيع في السوق تصواب كسوه في بير خادم ولا اير وكانوا هنا مام دي فام هنا يخيطوا ويبيعوا له هو يبيع هنايا هذا هنايا انا واش شفت كان عمي مصباح لي بيسي يبيع لي طوغي اليمونتيغ كامل هنايا عمي مصباح مع وليدو محمد الله يرحمهم ووليدهم حسن الله يرحمه وقبل انا ما شفتش على كل حال يقولوا كان هنايا امين ويسي امين ويسي هنا كاع سنا كوبي تاع مزوار مزوار مصطفى مزوار لو غون بيغ با مزوار مصطفى لو بوتين هذا لو بوتين ياك صحيح هذه قلت لك بكري كان عمي مصباح لاحق تقول احنا تونسي كان يبيع لالمونتاسيون جينيرال يبيع مابلي فروي اللي محتهم انا برا في هذه البلاصه مع ولدو محمد الله يرحمه في زوج ومع جد تيجاني وليدهم وبصح تيجاني ليبو كان يقرا هذو كانوا برك كان محمد ومصباح محمد الفلسي بالك السيطروان تاعو يروح يقضي وبابا الله يرحمه قاعد هنا يبيع هنايا حنقول التونسي هو اصلا مواد السوق ماهوش تونسي لا بيكا ان بيبي اون تونيزي ولا لهنا تخلص هذه كاع لابوتي تاع مزوار مزوار مصطفى هنا تخلص لابوتي مزوار هنا يبدا لابوتي مولودي هنا رانا مولودي يعني واحد هذا ولد عمر هذا صاحبنا راه هنا الحال تاع زيزي هذا افون زيزي كان هنا واحد من فاميلتي لا فامي عيد حمد عمي اكلي كان يبيع الخضره منه ومن بعد جا زيزي شراه زيزي ولا عند زيزي كان بكري واحد فاميلتي عيد حمد اكلي عمي اكلي ومن بعد اكلي منايا ولا عندي زرتوش يبيع البن تما يبيع البن داكور هنا بيتي مقداد عمي محفوظ بطايكون هنا مقداد هذه كانت دارو هذيك كانت تدخلها منا ومن بعد غلقوا ايزومي هذه ولا ولا حولوهم الى حوانت كانت هنا السلام عليكم هذا تقديم محمد عيسون السلام عليكم انا محمد عيسون انا بابا هاد الكريك كان كارديان دي بيت في بير خالد هاد ولاد رحيمو صافا محمد صافا 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 كملوا الاخر ولا انا نحكم لك معليش انا نحكم لك هذا السيليكون ديفي هذا 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 احنا مخطين واسمه عمي احمد تيليوا ولا مات الله يرحمه تيليوا نبداو اطوش لا اطروات حمزه كي انكم كونتيني لا لا غوش هذا كان بكري هنا الشيكي طه الحفاف كان عمي سعيد الحفاف كان عمي سعيد الحفاف ومع دخل خولي بالطاه الله يرحمه شيكي اوه استاذي صحة فوضي استاذي توحشتك استاذي صحة فوضي واش راك فوضي لاباس استاذي توحشتك استاذي نقدم لك حمزه ولد محمد الله يبارك ما شاء الله معروف معروف هذايا كان حاكم لنا البيبليوتيك اعطيك الصحة كان شوف كانت بيبليوتيك تاع الصح لا اعطيك الصحة خلاص اين الرجال اعطيك الصحة هذا كان عمي طاهر الحفاف السلام عليكم شيكي الحفاف الله بركاته انا كان عمي طاهر الحفاف الحفاف وكان قبل عمي سعيد عمي سعيد ولهيك قولوا ليك واش كان لا لا هذاك هذاك الحانوت هذاك اللي كنا نشريو عليه لا لا هذا هذاك هذاك معليش روح هيا روح هذا حنا قريبين هذا ريستورون هذا ريستورون هذا هذا واش
قدامو عمي اكلي يبيع الحلوه وشري الروم كامل سميده وقدامو عمي محفوظ الكوردوني الكوردوني محفوظ عمرو عياش السلام عليكم. هنا كان واحد الحانوت بيسري يزبل عمي طاهر هو بصح عمي محمد اللي كان قبل له يزبل طاهر سما واحد عمي طاهر هو عمي محمد كان يدير الشاشية هذيك تاع كشكول حمرانه فوق راسو بيسري يبيع صابون روم وجبر هنا لا سي في ميزون لما يسكن العرب عمر بكري هنا كان يسكن الجني هذاك ممكن يخرج من دارنا تجي يسكن هنا كان يسكن في دارنا في قطع الفوق تجي يسكن هنا الجني هنا القهوة تاع البغدادي اللي ولات بعد اسمها القهوة تاع الجمهور كانت هنا القهوة تاع البغدادي ولا تاع الجمهور هذه كامل تحتاج عليها هذه قهوة البغداد وين وين اخذنا وتركتها تحت البغداد ودوك ولات يقولها قهوة تاع الجمهورية ربي يرحمه ويوسع عليهم احنا من هنا هنا وراك تشوف هذا ويبيع باكي انفورماتيك كان بكري هنا كان تبتدي يزيد تاع تكستيل يزيد انا نحن مديك من تصوير هنا كان يزيد تاع تكستيل بعد هنا كان حامد حسن حامد حسن الله يرحمه مرحبا بك جينا هنا دار بغداد دار في بغداد هنا دار بغداد كان ساكن فيها شريف عيدودي اليك ومن بعد هنا ابيتري لهنا كان مصطفى الخياط الترزي مصطفى والدرويس يسكن في كوسان جون اللي ما عنده شي ما عنده شي شوش بعيد قالوا صباح الخير لاباس ومن بعد هنايا يبدا ريستورون تاع جبران اللي دار في يبدا ريستورون تاع جبران ريستورون تاع جبران هذه لا ميزون كونتونيات دوك لا فامي الكحل اللي ساكنين فيها عمي عاشور الله يرحمه ولا انا حميد لهنا هذه راه احنا اللي دخل باسكو لهنا في السيت هذه هذه هنا بكري الهيكا بكري ما كانش هاد لا كونستركسيون يا بي باس كونستركسيون ومع هاد كي جا جمهوري بلاها جمهوري بلاها تاع كونستركسيون هيكا وين كان هاديك القوس كان خارج يبيع يخدم زلابية وقدامه وين كان الكراج هذاك راك تشوف فيه هذاك سي لافامي بوجلي بوجلي محمد وهذاك الفرنسا هذاك البنكي منه ومنه هذا ما كانش هذا ما كانش هذيك هذا كان تي بي باس شاكيب صباح الخير واش راك هذا شاكيب هذا ستان زنجبيل هذه هذه البروبريتي تاع زنجبيل هذا ما كان حلاق الرجال تاع زنجبيل ما كان ما كانش كي الخوا قسمو محمد الله يبارك في عمره او دا منا وعلال او دا من كوتي تاع حميد الساعي ديك قلت لك تاع بوجلي هنا هذا عاشور هذا لباب تاع عاشوري عمي عمر الله يرحمه عمي عمار عمي الله يرحمه ويسع عليه هذا سي بوبيتير شري الطراب هذا وبنى هذا لا فامي عاشور هذه سي كونتوكس لا ميزون كونتوني لا ميزون كونتوني هذه سي لون دي بلوز انسيان ميزون لا وي كي تشوفها برك راح سي بلوز انسيان ميزون هاي طينا زيد حمزه اي لاربر اي توجور لا وي سي بلاطان اي توجور بلاطان اي توجور لا كان خفات شي مع الله يرحمه مع جا ولادو يبيع في رمضان يدير زلابيه وقد اللوز وفي وقت راس العام يبيع الحلوه ويبيع الاخر منها وكيلحق وقت الصيف يبيع لاكريم دونك فريمون ملتي اكتيفيتي قول لي هنا حميد هنا بكري كان جمعون ريستورون واش مو جمعون ريستورون جمعون صيفي قدامه هنا كان مسار كان ولد شعبان يبيع اسمه يبيع صبابط مي افون ما يبيع كان تاع لي زيريتي تاع بيناتهم في ثلاثه عمي محمد الله يرحمه
وشعبان ورسخي كان هنا شعش كان يبيعوا هنايا نبي ما هنا كان طبيب تاع ولد العربي كان مين مزيان واش كان هنا يخدم ومع الولاد ونو كونفيرمي إذا كان هنا في الحانوت هذا وقع من وسويتي لا كانت هنايا عمي مزيان ولد العربي كان هنا وقت يبيع تاع مع باك صحاب مش اللي قاع في تيسون توستون التكستيل دوك ومع الهيكا ومع كان هنا وانا مقعد هذاك الاخر كان بكري واحد يبيع الخضره ما عاد يبات القهوه تاع الحاج مصطفى الحاج مصطفى بس فهم بقى نسيم الصباح ومع الهيكا وين كان كمل الهيكا ومع الهيكا كان الشوال دوك الشوال كان بكري لا شوي قوي كي كان ما شفا كيف تيب باكتيفيتي يفوزيك الوقتية معرفين لا وراء البيجوتي كان حفاف حفاف صحوال عبد الكريم وليك أنا بانجي تعلمون هذا حفاف صحوال بانجي تعلمون بانجي غاليانا المهم هما فامي لي بليز انسيان بانجيوري في المطار كانت غاليانا ايفيكتيفمون واش مقبل سا ديبون دي بيريود واش تقول هنا ما كاش الحفاف غير كو في وقته هنايا انا نسيت انا في العيد كي نديو الحلوه كاع باش ما نقعدش باس ديبون كيفاش الحلوه تاعنا منا ولا وقت داك السداكا وكاع شايفه كاين واحد كانت هنا الفلول فول تاع الكوطا السلام عليكم. السلام بس ما تهضرش بس كنا ما رانش نسمعك. يا اخويا اسمع البركه فيكم قبل ما تقول واحد معايا تاع بصح الله يحمي السلام والله ما عرفت والله هذا العائله تاع البركه فيكم كان مكبره ولينا نقولوا اسكو العائله تاع سامي ماشي العائله تاعو جا واحد حب يفهم يلعب قلت له ما سينيالكش عبد الحميد ما تهضرش انا نقول حاجه الا ما جاكش نور الدين في المنام زق على وجهي يجيك نور الدين في المنام يقول لك التبرير نور الدين الله يرحمه والله يا شوف ربي يرحمه يقول لي نقول لك شبان كره نور الدين يلعب ماتش نور الدين يقول لي خلص شوف ما شكون يضرب في الدور يقول له خويا تعرف مش كاين يقول له الله يرحمه الله يرحمه صافا سامي والله كان نجي باش نشوف كل هذا مرحبا سامي يا اخي كل هذا الصحه سامي الصحه سامي انا نجي عندك تحاول تشوف عمي تاع هذه هذا عبد السلام الله يرحمه خواتي البوبيلا وليد عمي محمد خواتي الله يرحمه امي السعدي ماشي تحويز ومن هكا هذا حنا القديم بكري كان هنا الفرناء هنا كانوا يدخلوا الحطب هذاك يدخلوا هنا الحطب هذاك يجي هذاك عمي بشطوني تاع عم باب علي يجيب الحطب ويحطوه هنا وبعد يبداو يروا هنا كان يمشي بالحطب انا شفت هذاك والخرا تاع الحنا اللي في برنا هنا كانت هنا الخرا تاع الحنا الحمام القديم قلت لك مولاه اسمه عمي حمد كيليوا يقول بكري يقول انا ما شفتش يقول لك هذا بكري كان تاع بابات لالمونصبا عمي عمر هو اللي باعوا له تيلي هم يقولوا هكا وما عندك انا شفنا عمي احمد تيليوا هذا عمي حتى تيليوا من ابري من لاجون تاعنا واحد شات عو اسمه هوبلي هذا عمي احمد مكة تو سي كاش فاش دير تيليوا كبير والله ما على بالي تيليوا سي لي فونتان لي فونتان لي فونتان هذا كونت يا سينغولي ما غاديش يبيض لا فضلت نو تيليوا سي بليزيور ما غادي حمزه Et c'est vrai, il travaille dans l'eau. Il travaille dans l'eau. On a fait le tour. Sahid Hamid.